أما هلأ فرح رح أروح لمحطتنا الأخيرة، وكثير من الشباب بكل المحافظات السورية أطلقوا مبادرات خلال جائحة كورونا كان الأساس فيها طبعا مساعدة الناس. مبادرة اليوم رح نحكي فيها انطلقت بداية من اسمها عقمها لحتى تساعد الناس ضمن جائحة كورونا، ولكن أخذت بعد آخر وأصبحت أكثر طبعا إغاثية وأكثر تأمين لاحتياجات الناس خلال هاي الفترة. رح نتعرف أكثر على مبادرة عقمها مع المسؤول الطبي بالمبادرة الدكتور قاسم عواد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم وكل سنة وانتم سالمين وإن شاء الله تضلوا بخير دائما. يسعد صباحك دكتور مرة ثانية. الله يسلمك. مبادرة عقمها، خلينا نحكي بالبداية، أنت بالضبط انطلقت هي المبادرة وشو الهدف منها؟ هلا من البداية نحن شفنا كيف موضوع الفيروس عم ينتشر بكل دول العالم وكيف بلش ياخذ منحة إنه من دولة لدولة لدولة. نحن كمجموعة شباب بعد ما شفنا هاي الحالة إن نحن بلحظة من لحظات أكيد هذا الموضوع يمكن يكون موجود عنا، يعني بلش ينتشر، فانطلقنا نحن بحملة توعية وحملة مثل إنه نحن بلشنا ننزل على الشوارع مشان نوعي العالم بموضوع فيروس كورونا وشو هي الأخطار المرتبطة بهذا الفيروس. والحمد لله رب العالمين، يعني قدرنا نحقق إنه نتيجة منيحة من هذا الموضوع، كحملات توعية، كحملات نظافة، كحملات تعقيم بعض الأحيان، كحملات استشارية للأشخاص بما يتعلق بالنظافة الشخصية، كيفية المحافظة على سلامتنا وعلى صحتنا. مع انطلاق الموجات الثانية من الفيروس كورونا ووصول الفيروس لبلدنا بلش الخطر يزيد تمام، يعني والانتشار التصاعدي اللي صار للفيروس عندنا للأسف بلدنا، نحن رحنا منحة ثانية. رحنا منحة هو تأمين الحاجات اللوجستية للمرضى اللي هي هلا نحن عم نشوفها. فكنا نحن كمجتمع أهلي يعني نحن عم نحاول نأمن كل شيء من بخص معدات المريض، من اسطوانات الاكسجين هلا حاليا، من المنظمات لاسطوانات الاكسجين، للمنافس بعض احيان لمولدات الاكسجين، للاستشارات الطبيه العاجله والاسعافيه اللي ممكن تيجي باي لحظه وباي دقيقه للاشخاص. فكل ما هي النواحي نحن حاولنا نأمنها نحن بهي اللحظه الحاليه، يعني خلال هالانتشار الحالي موجود. يعني دكتور قاسم عم نشوف عقمها انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وجروب صغير بس قدر يوصل لكل المحافظات والأكبر عدد ممكن من الناس. تمام، يعني نحن استشارات عم تجيكم حتى احيانا من برا البلد يعني وعم تسألكم. خلينا نحكي عن الجروب شوي. تمام، يعني نحن تفاجأنا انه نحن خلال 6 ايام كنا 35 الف شخص بالبداية، نحن اليوم 175 الف شخص. فهذا الانتشار الكبير يعني بيعطيك نتيجة انه انت في عندك شغل صح عم تشتغله والعالم بلشت تعتمد عليك. فالجروب انطلق من ناحية تانية، هو نحط خط الاستشارات للسوشيال ميديا، يعني بعض الأحيان في مريض بيكون منطقة بعيدة ما عنده القدرة يأمن حاجاته، بس بنفس الوقت جاره عنده هاي الحاجة بس هو ما نعرفان، فوقت ما عم ينشر بس عنا ونحن عم نتواصل معه لهذا الشخص انه ممكن انه انت تلاقي هذا الشيء عند اي جارك، فعم يكون جاره موجود على كمان على الجروب وعم يحقق له هذا الشيء. فهذا الموضوع كتير ساعد والحمد لله رب العالمين، يعني نحن قدرنا نساعد كتير حالات، وعن احد الحالات يعني المصادفة زبطت معنا، يعني شخصين من منطقة التل يعني كانوا عم يدوروا على شغلتين فقدروا انه من نفس المنطقة تمام انه يلاقوا هذا الشيء. فهذا له حلاوة الجروب. الشيء الثاني هو الاستشارات الطبية، يعني بعد ما العالم شافت هذا الموضوع فصاروا الأطباء يتواصلوا معنا بشكل متواصل ويقدموا خدماتهم المجانية والتطوعية أنه نحن جاهزين لأي استشارة لكم. وبالفعل نحن دائما هلا عنا بوستات توعوية واستشارية، يعني الطبيب بيكتب البوست وبيجاوب على الأسئلة بشكل مباشر، وأي شيء تاني كمان نحن عم نضل على تواصل مع هذا الطبيب مشان هذا الموضوع. كتير حلو. إذا بدنا نحكي دكتور ضمن هي الجائحة اللي عم نشوفها، يمكن كان في استغلال بناحية معينة من قبل تجار، من قبل بعض الأشخاص بالنسبة للمعقمات، بالنسبة للكمامات، وفي شكاوي كتير حول هذا الموضوع. كيف قدرتوا تأمنوا حاجيات الناس ويمكن تدعمون شوي بدون ما يحسوا أنه هن غير قادرين يمكن يأمنوا هاي المستلزمات؟ صح. مين هي الجهات اللي تعاونتوا معها؟ هو للأسف دائما نحن كل دائما يعني كل ما صار في طلب على شيء دائما الأسعار عم ترتفع بشكل فجائي، وهذا للأسف 10 أضعاف أوقات تمام وأكثر يمكن بعض الأحيان. بس نحن دائما كان عندنا خطوط بديلة، خطوط البديلة يعني بأحد الحالات اضطرينا نطلع لغير محافظات مباشرة، يعني حتى لو وقت متأخر، حتى لو في شباب دائما هي عم تسافر نتأملنا هذا الموضوع حتى لو بسعر منخفض، لأنه نحن دائما نحن بنحتاج لكميات، بنحتاج لعدد كبير من هاي الشغلات، فنحن عم نحاول نحافظ على السعر، عم نحاول نأمن العالم إنه لا هذا الشيء موجود. للأسف أي شيء يعني أي شيء عم تطلع إنه انقطاع شيء معين
هو يعمل يعني من نوع من البلبله ونوع من الخوف الارتباك للعالم، والعالم يصير يدور عليه بكل مكان، حتى في اشخاص غير محتاجين لهذا الشيء، نفس الوقت في شخص محتاج. فنحن دائما عم نحاول نامن الشيء، دائما عم نحاول نوصل الرساله انه كل شيء موجود، بس دائما خلي ياخذ الشخص المحتاج. ما في داعي نحن كلياتنا ننزل هلا نشتري مثلا اسطوانات اكسجين للجميع، لا، اسطوانه الاكسجين ان شاء الله بتضل متواجده، وان شاء الله نحن هلا كمان موعودين كجهات معنيه وكتجار وكل شيء انه يتامن هذا الشيء. فدائما نحن عم نحاول نوصل هي الرساله عن طريق الجروب وعن طريق خدماتنا، لانه لا، كل شيء بخير وكل شيء مستمر بخير، بس انتم اعطونا شويه تعاون وكونوا انتم ايجابيين وبلا اي منحى سلبي او نوع من الخوف. اي نوع من الخوف هو خساره للجميع، اي نوع من الثقه واي نوع من التعاون مع بعض نحن بخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني كمان خلينا نحكي شوي عن الفريق عقما، يعني اليوم عم نشوف ارقام تليفونات كثيره عم تكون موجوده، والصراحه انه الارقام كلها عم تكون حاضره وعم بيردوا دائما، ايمت ما حدا اتصل عم تردوا على التليفونات. هذا مجهود كثير كبير وبده تفرغ. نحكي اليوم كم شب وصبيه انتم، كيف عم توزعوا هاي المهام بين اللي عم يشرف على الصفحه، بين اللي عم يطلع يجيب الاسطوانات، بين اللي عم يشرح واللي عم بيرد ايضا على التليفونات؟ هلا دائما انا بقول لهم للشباب، دائما اذا في نيه طيبه ودائما في نيه اخلاص، فدائما الشغل هيك تلقائيا يعني يشتغل ويمشي، وهذا الحمد لله اللي صار معنا. يعني نحن خلال هالضغط الكبير ما يعني ما واجهتنا مشاكل اداريه، لانه دائما في نوع من الروح الرياضيه دائما بيناتنا، اي شخص عم يشتغل اي شيء وقت ما عم يكون غايب حدا عم يشتغل الشخص الثاني. يعني انا كطبيب بعض الاحيان عم اشتغل امور اداريه، عم اشتغل امور لوجستيه، دائما نحن موجودين، دائما في روح هي التعاون، دائما نحن عندنا خط اسعافي عم يكون متواجد، يعني على 24 على 24 عم نقسم ستافات، كل ستاف 6 ساعات، عم يكون دائما متواجد شخص معني بهذا الموضوع من الكادر الطبي، عم ياخذ المعلومات، عم يتواصل مع الطبيب المناسب، عم يتواصل مع الارقام المناسبه مشان يوصل لهذا الشخص. فالامور التنظيميه نحن قدرنا نساعده وقدرنا نتجاوزها نتيجه الروح الجماعيه اللي نحن عم نتمتع فيها واللي نحن ماشيين فيها، اللي هي لحد الان هي اللي عم تخلينا نمشي ونوصل لهذا العدد الهائل من العالم. اذا بدنا نحكي عن اعضاء الفريق، هل هن كلهم اطباء، كل الاشخاص، كيف عم تتوزع المهام بين بعض لحتى يمكن قدرتوا توصلوا لهذا العدد الهائل من الناس؟ تمام. هلا موضوع فيروس كورونا هو تجاوز المنحى الطبي، صار هو منحى مجتمعي كامل، هو بده تضافر جميع الجهود، ما عاد الكادر الطبي ما عاد هو قادر على المواجهه لحاله اذا ما كان في تضافر كل القطاعات الثانيه. ونحن كشباب ليس بس اطباء او ممرضين، نحن محاميين، مهندسين، عمال، نحن كل الاشخاص الموجودين بالمجتمع واللي حابب يساعدنا فهو موجود معنا، وكل شخص له مهامه المناسبه اللي بتتناسب مع هذا الواقع ولهذا الشيء اللي عم نشوفه حاليا. يعني في كثير اشخاص هن يعني بيعرفوا موضوع البيع والشراء، وانا كطبيب ما عندي خبره فيه، فقدروا يساعدونا فيه بشكل كثير. في كثير اشخاص معنا حقوقيين عم يساعدونا كيف نحن نكتب الايصالات، كيف نحن ناخذ المعلومات الصح، كيف نحن نضمن حالنا حقوق من ناحيه الملكيه الكامله لاغراضنا اللي عم نجيبها من وصلنا للعالم، وكيف عم نضمن حق المستلم لهذا الموضوع. أي فاي شخص حاليا دور. تمام له دور يعني تمام. لانه مثل ما قلت لك الموضوع تجاوز المنحى الصحي، صار منحى مجتمعي متكامل. تمام. اكيد. يمكن مرق معنا صور وفيديوهات من عملكم بالمبادره، يعني كمان بلشتوا تنشروا فيديوهات، خليني اقول تطبيق عملي. كثير اشخاص مثلا بيقول انا بحاجه لجره اكسجين، بيتواصل معكم، انتم عم تعملوا اكثر من هيك، عم تحاولوا توصلونا المعلومه كيف تتركب الجره، العيارات طبعا تبقى للدكتور، هي المعلومات كمان، هي الفيديوهات عم يتم التدريب عليها؟ ايه طبعا. هلا نحن كل فيديو نحن بننتقيه هو حسب عدد الطلب او يعني الاسئله. تمام. يعني دائما نحن بنشوف شو اكثر سؤال هو موجه هلا حاليا. الفتره الماضيه كان اكثر سؤال موجه هو عن اسطوانه الاكسجين، كيفيه التعامل معها، كيفيه التركيب، ففورا نحن عملنا فيديو مشان هذا الموضوع، مشان نحاول نخفف قدر عدد ممكن من الاسئله ونخفف يعني نوصل رساله مسبقه للاشخاص، ما نكون نحن دائما بحاله ساخنه انه انا وقت ما احتاج اتعلمها، لا، نحن هلا بحاله يمكن اي شخص يحتاجه باي وقت، فخلي عندك انت يعني فكره مسبقه عن هذا الموضوع مشان تتعلم كيف. فنحن دائما المقاطع الفيديو اللي بنعملها هي نتيجه الاستشارات، نتيجه الحالات اللي عم نشوفها، فعم نصور هذا المقطع وبنعطيه للجميع العالم بحيث تستفيد منه، بحيث اذا سمح الله احتاجوه باي لحظه يكون موجود ويكون بضمن يعني الايدين وضمن الشاشه اللي عم يشوفوه مشان يقدروا يتعاملوا مع هي الموضوع.
تمام. إذا بدنا نحكي عن الأشخاص اللي حابين ينضموا لهذا الفريق، كيف بيقدروا يتواصلوا معكم؟ ويمكن الأدوار يمكن اللي المفروض هن يقوموا فيها، هل هي مختصة بس بالناس الموجودين ضمن محافظة دمشق ولا باقي المحافظات كمان فيهم يقدموا المساعدة اللي بيقدروا عليها؟ لا طبعا، هلا نحن كل شخص عم يلتزم بالتعليمات وعم يلتزم بالوقاية هو جزء من فريقنا، نحن بنعتبره. اي محافظه حابه تشتغل اي شيء هي تشتغل هذا الشيء، هي كمبادره اهليه بغض النظر ان كان مع قمه او انه اي فريق ثاني، فهو هذا لصالح الجميع. واي شخص حاب يتطوع معنا ويقدم خدماته، نحن في عندنا جروب بوستات مثبته ضمن الجروب فيها جميع الارقام، الرقم الاسعافي والرقم للتطوع، بحبوا ايمت يعني ايمت ما فاتوا على الجروب موجوده الارقام، بيتواصلوا دائما نحن موجودين 24/24. اكيد. شكرا كثير لك. شكرا لكم، كل سنه وانتم سالمين، ان شاء الله تضلوا بخير. تحيه لاعضاء الفريد فردا. الله يسلمكم. الله يسلمكم. شكرا لك دكتور.